بص، هو كيفن برنس بوقتن كان اللاعب اللي انت نفسك تبقى مش عارف هو لاعب مقاتل ولا لاعب مهاري ولا هداف ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ولكن علشان نكون متفقين ان الحلقات اللي بتكون عن لعيبة زي دول بيبقى صعب الحكم فيها عن امكانيات اللاعب او اسباب تألقه او اخفاقه او سوء وحسن القرارات، ولكن المهم ان لعبنا عبارة عن اسطورة قرارات، واسطورة مش علشان عدد الاندية اللي لعب فيها او قراره في انضمامه للمنتخب الغاني. بص، خلينا نبدأ الحلقة وبها انت كمشاهد تقول رأيك، والحلقة دي بالذات انا مستني رأيك في كيفن برنس بواتينج كلاعب كرة قدم. المهم، لعبنا هو كيفن برنس بواتينج، مواليد ألمانيا 87، وطبعا كلنا عارفين انه من اصول غانية، وكمان عارفين انه شارك مع المنتخب الغاني، ولكن بدايته مع المراحل المنتخب كانت كلها مع ألمانيا. المهم، بداية كيفن كانت في هرتا برلين في سنة 94 لما كان ساعتها عنده 7 سنين، وفضل هناك لحد 2002. وليه ذكرنا 2002؟ علشان في السنة دي هو كان بيلعب مع الفريق تحت 17 سنة واخد معاهم الدوري، عشان بعدها يتصعد للفريق تحت 19 سنة ويشارك معاهم، وكل ده هو لسه عنده 16 سنة. وفعلا انضموا موسم 2003 2004 يشارك معاهم في 18 مباراة ويسجل فيهم 4 أهداف وفوز معاهم بالدوري تحت 19 سنة، وتألقه مع الفريق في الفوز بالدوري يكون سبب في انه يتعمل له اول عقد احترافي مع النادي، ويبدأ موسم 2004 2005 مع الفريق تحت 19 سنة، وقدر يقدم ساعتها موسم جيد ويشارك في 39 مباراة ويسجل 5 أهداف ويصنع هدف، وأداؤه ده يخلي مدرب الفريق الأول يصعده معاه، وخصوصا لما ظهر مع المنتخب الألماني بشكل قوي في يورو 2005 تحت 19 سنة اللي فيه ألمانيا خرجت من السيمي فاينال ضد فرنسا، المباراة اللي كان سجل فيها كيفن. المهم، بعدها بواتينج يبدأ موسم 2005 2006 مع الفريق الأول، والموسم ده كان مرمطة على ساحب ال 18 سنة وشوية. الراجل اللي لعب في 7 مراكز بأداء شبه ثابت وقدر يسجل 3 أهداف ويصنع 4، وساعتها هرتا برلين ينهي الدوري في المركز السادس. وبعدها موسم 2006 2007 يقدم أداء أقوى ويشارك في 33 مباراة، وعلى الرغم من إنه شارك في 4 مراكز إلا إنه قدر يسجل 4 أهداف ويصنع 7، ويكون هو أكتر لاعب ظاهر في الفريق، وده يكون سبب في وصول عرض له من توتنهام في إنجلترا، وفعلا تتم الصفقة، وموسم 2007 2008 يكون الأول له مع توتنهام، ويكون بقى موسم على غير المتوقع، يشارك في 21 مباراة أغلبهم كان بديل وباقي الموسم كان بيكون بره القائمة خالص، وتوتنهام ينهي الدوري في المركز ال 11، ولكن الحسنة الوحيدة في الموسم ده هو فوز توتنهام بالإي في إي كاب، علشان بعدها يبدأ موسم 2008 2009 ويقعد الدور الأول كله ما يشاركش غير في مباراتين فقط، عشان يقرر يرجع ألمانيا تاني ويطلع إعارة لبروسيا دورتموند في الانتقالات الشتوية، ويكمل الموسم هناك ويشارك أكتر وكمان قدر يصنع 2، وعشان بعدها يرجع توتنهام، فتوتنهام يقرر يبيعه لبورتسموث اللي كان بيلعب ساعتها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفعلا يبدأ معاهم موسم 2009 2010 ويشارك شبه أساسي، ولكن إصابته في الأنكل تبعده عن الملاعب شهر ونص، ولكن يرجع تاني ويقدر يسجل 5 أهداف ويصنع 4، ولكن الأهم بقى إن الموسم ده فيه نقطتين ملفتين جدا، الأولى هي في قبل نهائي الإف إي كاب لما لعب ضد فريقه القديم وهو توتنهام، وتوتنهام بقى معروف برخامته، لا ومش بس كده، وكان معاه فريق فعلا رخم، يعني كان فيهم بيتر كراوتش وديفو ومودريتش وجود جونسون، يعني كان فريق تقيل بكل المقاييس. المهم، بورتسموث يوصل معاهم للإكسترا تايم ويجي في الدقيقة 99 بواتينج يقرر يعاقبهم ويصنع الهدف الأول في مرمى فريقه القديم، وبعدها يستمر الحزق من الفرقتين لحد ما يجي كيفن في الدقيقة 117 يقضي على أملهم ويسجل الهدف الثاني، ويتجنن بقى ساعتها ويقلع التيشيرت ويولع الملعب كله، علشان يكون سبب أساسي في وصول بورتسموث إلى النهائي، ولكن للأسف يخسر النهائي ضد تشيلسي، ودي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى هو اختياره تمثيل المنتخب الغاني، على الرغم من إصرار ألمانيا على تمثيل المنتخب معاهم إلا إنه رفض وقرر إنه يشارك مع المنتخب الغاني، عشان بعدها تجيله استدعى من المنتخب الغاني في كأس العالم 2010 اللي فيها كان من ضمن الأسباب الأساسية في وصول غانا لربع النهائي، وخصوصا إنه سجل هو وأسامة جيان 2 الفوز على أمريكا في دور 16. ولو تعامل سواريز مع كرة غانا بمبدأ الأجلي فوتبول كان ممكن يشوف غانا في المربع الذهبي لكأس العالم 2010. المهم، بعدها يجي جينوا يطلب التعاقد معاه، وفعلا تتم الصفقة، وخصوصا ان بورتسموث يكون بيهبط الموسم ده، ولكن قبل ما يبدأ مشاركة مع جينوا يجي اي سي ميلان يطلب اللاعب على سبيل الإعارة، وفعلا يتم انتقاله موسم 2010 2011 يقضي مع الميلان ويشارك في 34 مباراة ويسجل 3 أهداف ويصنع زيهم، ولكن قلة مشاركاته دي كانت بسبب إصابة في العضل اللي كانت سبب في بعده شهرين عن الملاعب، ولكن كل ده ما يمنعهوش يكون سبب في فوز ميلان بالدوري بعد غياب 6 سنين. بالمناسبة دي كانت آخر مرة فاز فيها الميلان بالدوري. المهم، بعد تألق برنس بوتينج ميلان يفعل بند الشراء من جنوا، ويدخل موسم 2011 2012 بشوية إصابات كده في العضل تبعده عن الملاعب إجمالي شهرين ونص، ولكن يقدر بعدها يقدم عظمة ويشارك في 27 مباراة ويقدر يسجل 9 أهداف ويصنع 6 أهداف، ودي أرقام كبيرة على لاعب راجع من إصابة وبيلعب في مركز 6 و8. ولكن العظمة ما انتهتش لحد هنا، ده كمان يكون أهم الأسباب في فوز إي سي ميلان على الإنتر في السوبر الإيطالي، وخصوصا إنه سجل هدف الفوز بعد ما كانوا متعادلين ب1-1 علشان يجي كيفن يخلص الحكاية ويفوز الميلان بالسوبر، وبالنسبة للدوري فخسروا ضد اليوفي بفارق 4 نقاط في نسخة من أقوى نسخ الدوري الإيطالي. المهم، الموسم اللي بعده شارك في 37 مباراة، والموسم ده يكون مرمطة حرفيا، الراجل لعب في 6 مراكز لدرجة إنه لعب مهاجم صريح أو سترايكر ضد إي سي روما في الدوري، ولكن برغم من كل ده قدر يسجل 3 أهداف ويصنع 7، وميلان ساعتها ينهي الدوري في المركز الثالث، ولكن بعدها يجيله استدعى من المنتخب الغاني في مباراة الصعود لكأس العالم اللي كانت ضد مصر، واللي ما كنتش حابب أتكلم فيها بس ما ينفعش. المهم، ينضم للفريق وما يلعبش مباراة الذهاب علشان الإصابة، ولكن يشارك في
العودة اللي غانا خسرت فيها ضد مصر بهدفين لهدف، وهو اللي يكون سجل هدف غانا الوحيد في مصر. ولكن الأمور كانت محسومة في مباراة الذهاب بعد فوز غانا بسداسية ضد مصر. اللي هو بعدها في موسم 2013-2014 يجيله عرض من شالكة في ألمانيا، وتتم الصفقة ويقضي معاهم موسمين بشبه مستوى ثابت، ويشارك معاهم في الموسمين دول 62 مباراة ويسجل 9 أهداف ويصنع زيهم. وما يكونش طبعا في جديد غير مشاركاته في كأس العالم مع غانا ضد ألمانيا، وتحديدا الصراعات اللي كانت بينه وبين أخوه اللي بيها دخلوا التاريخ كأول أخوين يلعبان في منتخبين مختلفين ضد بعض. ولكن الأصعب بقى هو فوز ألمانيا بكأس العالم في الوقت اللي هو خرج من دور المجموعات، ودي طبعا حصرة كبيرة. المهم بعدها عقده ينتهي مع شالكة ويقضي نص الموسم بإصابة في الركبة، ولكن بعدها في نص الموسم الميلان يتعاقد معاه تاني ويقضي معاهم نص موسم 2015-2016 ويكون أداؤه سيء جدا وما يسجلش غير هدف واحد. وبعدها يجيله عرض من نادي لاس بالمرس اللي كان لسه صاعد في الموسم اللي فات إلى الليجا، وفعلا تتم الصفقة، وموسم 2016-2017 يقضي معاهم ويشارك في 39 مباراة. ولكن الموسم ده يكون ظاهر بشكل أقوى من الأول، وكان موسم العودة لمستواه فعلا، وقدر يتفوق على نفسه في كل الأرقام، يعني قدر يسجل 10 أهداف ويصنع 5. يا راجل ده حتى الإنذارات أخد فيها 11 إنذار، ومش بس الأرقام، لا ده كان ليه أهداف مهمة طول الموسم، يعني مثلا هدفه في التعادل مع ريال مدريد المباراة اللي انتهت ب3-3 وهو سجل هدف وصنع الثاني، أو هدفه في الفوز الصعب جدا على فيا ريال، أو تسجيله هدف وصنع الثاني في الفوز على فالنسيا. والحقيقة كان موسم في المجمل قوي جدا من كيفين، علشان بعدها في موسم 2017-2018 ياخد قرار عجيب ويقرر الانتقال لنادي فانكوفر الألماني، وتقريبا كده القرار ده كان عائلي أكتر ما هو عقلاني، لأنك من بعد ما بدأت ترجع لمستواك ودماغك تتظبط على الدوري الأسباني تقوم واخد قرار زي ده في وقت زي ده. المهم ساعتها يقضي الموسم هناك ويسجل 6 أهداف ويصنع هدفين. ولكن أهم تفصيلة في الموسم ده هو فوزه على البايرن في نهائي كأس ألمانيا ب3-1، واللي فيه كيفين عمل أداء مميز جدا وصنع هدف في المباراة عشان يكون هو أحد الأسباب في فوز فانكوفر بكأس ألمانيا لأول مرة من أكتر من 30 سنة تقريبا. وبالمناسبة آخر مرة فاز فيها النادي بالبطولة دي كانت في سنة ميلاد كيفين برينس بواتينج، وده طبعا قد إيه إنجاز تاريخي للنادي. المهم بعدها يرجع على إيطاليا عن طريق نادي سوسولو ويبدأ موسم 2018-2019 معاهم، ويشارك معاهم في الدور الأول 15 مباراة ويسجل فيهم 5 أهداف ويصنع هدف. وأغرب شيء ممكن تتوقعه في حياتك حصل ساعتها، وهو عرض من برشلونه للاعب اللي تجاوز 31 سنه، وده طبعا في رائعه من روائع فالفيردي. بس المهم ان حلو وكلام جميل جدا وكل حاجه، المهم بقى شارك معاهم في نص الموسم الثاني، بس اقول لك ولا كانه راح ولا كانه سجل ولا صنع، وده طبيعي ما هو ما شاركش غير 3 مباريات فقط. المهم بعدها الانتقادات الاعلاميه لادائه مع تعرض عائلته لصوت يكونوا سبب في انه يسيب اسبانيا ويطلع على ايطاليا تاني، لا تاني ايه قصدي عاشر، بس المره دي على طريق نادي فيورنتينا اللي تعاقد معاه من سوسولو بعد انتهاء عرضه في برشلونه. ويبدا موسم 2019-2020 ويشارك معاهم لحد الدور الاول في 15 مباراه وما يسجلش غير هدف واحد، عشان بعدها يطلع اعاره لنادي باشكتاش في تركيا ويكمل الموسم هناك ب 11 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع هدف، وساعتها ينهي الدوري في المركز الثالث. عشان في موسم 2020-2021 يتم انتقاله لنادي مونزيا في ايطاليا اللي لعب معاهم 25 مباراه وسجل 5 اهداف وصنع 4، عشان بعدها يقرر يرجع للنادي اللي اتربى فيه بعد غياب 14 سنه وهو نادي هيرتا برلين، وهو الى الان بيشارك معاهم. ولكن بواتينج نفسه صعب تحكم عليه على انه كان لاعب خارق او لاعب عادي او حتى لاعب اقل من العادي، وده اللي كنت طلبته منك في اول الحلقه، انك لازم تقول وجهه نظرك، هل هو كان يستحق المكان اللي تواجد فيها او هو كان يستحق اعلى او اقل من المكان اللي كان موجود فيها، اللي الى الان في ناس كتير مش عارفه هو في اي مكان اساسا، وهو السبب في انه يخليك مش عارف تحدد هو كان لاعب جامد او لاعب عادي والى ذلك. المهم بقى لو سيبنا كل ده واتكلمنا بالارقام اللي شارك فيها مع الانديه ما يقرب من 496 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني والالماني وكل دوريات اوروبا الكبرى باستثناء الدوري الفرنسي، وقدر يسجل فيهم 67 هدف وصنع 56 وفاز فيهم بالدوري الايطالي والاسباني وكاس انجلترا والمانيا وسوبر ايطاليا، وطبعا فوزوا بالدوري الالماني والكاس في مراحل تحت السن، وده كله مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمراحل المنتخب اللي فيها شارك مع المانيا في مراحل تحت السن وبعدها اختار تمثيل الفريق الاول لمنتخب غانا، وقدر يشارك في 61 مباراه ما بين المنتخبين وقدر يسجل فيهم 14 هدف وبس يا سيدي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم على مين الفيديو الجاي. سلام.